مرحبا ويسعد جميع أوقاتكم. القديس توما الأكويني بيحكي: إذا تداعى جسم الإنسان احتاج إلى الدواء طبعا، وقد يموت إن لم يأخذه، وكذلك روحه، فإن مرضت ولم تأخذ دواء تموت. لهذا السبب بالذات يحتاج الإنسان إلى دواء من نوع آخر، إلى دواء روحي، وهذا الدواء هو الهدية التي تعطى لنا في سر التوبة. اليوم راح نحكي بسرعة وبساطة عن ما هو سر التوبة، أو المعروف بسر الاعتراف. هذا السر اللي بجوز كثير أشخاص منا وكثير أشخاص شفناهم وقبلناهم بحياتنا عندهم مشكلة مع هذا السر. ليش لازم أعترف؟ ليش لازم أعترف للخوري بخطاياي؟ ما بيكفي إني بس أحكي خطاياي لربنا؟ مرات كثير ممكن نسأل حالنا بشو أعترف؟ كمان سؤال ممكن يخطر عبالنا: بما اني دايما بعيد نفس الخطايا، شو في داعي اني اعترف؟ في بداية هذا اللقاء خلينا نطلب معونة الروح القدس، لانه ممكن كثير معلومات تمرق علينا، بس هاي المعلومات مش رح تقدر تغير حياتنا بدون معونة الروح القدس. خلينا نطلب من الروح القدس يساعدنا نفهم مشيئته في حياتنا ويخلينا نعيش هاي المشيئة. عشان هيك بنحكي: هلما يا روح الله نور عقلنا، قوي إرادتنا، طهر قلوبنا، فننفتح على نعمة الله ونفهم أقواله ونحفظ وصاياه، فنصبح أكثر شبها بالله الذي خلقنا وأراد منا أن نكون كاملين كما هو كامل. جزء بالصلاة اللي سمعناها هلأ في نوعا ما بالآخر زي رمزية عن إيش هو سر الاعتراف. بخلينا نسوي سر الاعتراف يساعدنا دائما 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 أن نحقق وصية الله لإلنا بأن نكون كاملين كما هو كامل. الله يعرف ضعفنا، الله يعرف طبيعتنا، والله يعرف بأنه إحنا أشخاص خطائين. لكن سر التوبة هو هدية معطاة من الله لحتى نحافظ على هاي الوصية، لأنه الله مستحيل يعطينا وصية وإحنا يعني أكيد مش راح نعيشها. هو بس حكاها زي هيك؟ لا 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 لا، لما المسيح حكى كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل، كان قصده كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل. أبدا ما كان قصده فيها رمز أو فيها مثلا السعي إلى الكمال. دعوة الله لإلنا هي أن نكون كاملين. وطبعا وكلنا عارفين هذا الموضوع، كثير صعب أن نكون كاملين، وكثير مرات ودائما نسقط في طريقنا للسعي نحو الكمال. إيش لازم نسوي؟ هلا بدنا نشوف. التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بيعلمنا إنه سر التوبة هو واحد من أسرار الشفاء. تذكر في البداية سمعنا إيش حكى القديس توما الأكويني بموضوع شفاء الروح. بالإضافة إلى سر مسحة المرضى، سر التوبة، سر الاعتراف يعتبر واحد من أسرار الشفاء. سر التوبة بحسب كمان التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية له 4 أسماء أساسية. الأول سر التوبة، الثاني سر المصالحة، الثالث سر الغفران، والرابع سر الهداية. التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بيعلمنا عن سر الاعتراف ما يلي: إن الذين يقبلون إلى سر التوبة يصيبون من رحمة الله مغفرة الإهانة التي ألحقوها به، واحد، ويتصالحون في نفس الوقت مع الكنيسة التي جرحوها بخطيئتهم والتي تسعى بمثالها وصلاتها في سبيل توبتهم. إذا كثير مرات منفكر إنه الخطيئة اللي منعملها إحنا هي بتضرني أنا شخصيا، بتضر السعي إلى الكمال ودعوة الله لإلي بإني لازم أعمل. بس التعليم المسيحي الكنيسة الكاثوليكية بيعلمنا بالإضافة إلى ذلك، الخطيئة هي إهانة لله
والخطيئة هي جرح للكنيسة، عشان هيك سر التوبة هو تعويض عن الإهانة اللي صارت ضد الله من تجاهي، ومصالحة مع الكنيسة. بالتالي مصالحة مع أعضاء الكنيسة اللي ممكن كثير مرات خطاياي كانت تجاههم. خلينا ممكن نقسم الموضوع اليوم لخمس أقسام رئيسية راح تكون سريعة. الأول ممكن نحكي ليش الاعتراف؟ السؤال الثاني هو إيش بيحكي الكتاب المقدس عن الاعتراف؟ الثالث ليش لازم أعترف لكاهن؟ ما بكفي إني أعترف لله. أربعة كيف أعترف؟ وخمسة الاعتراف بإيش بفيدني؟ وكل قديش لازم أعترف؟ القسم الأول من موضوعنا هو ليش الاعتراف؟ زي ما حكينا قبل شوي إحنا بشر خطائين وكلنا بنعرف هذا الإشي، والاعتراف هي فرصة مناسبة وجيدة بالبداية، مش إنه نعوض عن أخطائنا، لكن بالبداية هي إنه نعرف إنه إحنا خاطئين. الخطوة الأولى في اعترافنا، الخطوة الأولى في مسيرة توبة أي شخص، هي إنه نعترف بإنه إحنا خاطئين. مستحيل شخص مقتنع بإنه هو مش خاطئ يقدر يغير الخطيئة اللي فيه، لأنه مش معتبرها خطيئة. الخطوة الأولى من تغيير حياتنا والخطوة الأولى من التوبة هي نعترف إنه إحنا خاطئين ونعرف إنه إحنا خاطئين. زي ما حكينا قبل شوي، الخطيئة هي مش بس شغلة إحنا بنعملها وإحنا بنتحمل نتائجها. الخطيئة هي ضد الله. ليش؟ لأنه الله خلقنا على صورته ومثاله، الله أرادنا كاملين، والله وصانا كثير أشياء لحتى نكون أشخاص أفضل. الخطيئة هي العمل ضد إرادة الله بحياتي وضد رغبة الله بأني أكون شخص أفضل. الخطيئة هي أيضا ضد الآخر. بالعادة أغلب خطايانا هي ضد الأشخاص التانيين، ممكن نهينهم، نجرحهم، أو نكذب عليهم. كل هاي الخطايا هي ضد الآخر. ليش لازم أعترف؟ لأن الخطيئة تفتح مجال لحتى من خلال مصالحتي مع الله ومن خلال مصالحتي مع ذاتي أني أفتح مجال للمصالحة مع الآخر. الثالثة هي الخطيئة هي إهانة لذاتي. نعم، الإنسان يهين نفسه في كل مرة بيخطأ فيها. كثير مرات الإنسان بفكر أنه لما يخطأ هو ممكن أفاد نفسه، خصوصا في كثير خطايا مثل التكبر. بنشوف أنه الإنسان فكر حاله أنه صار بني آدم أفضل إذا شاف حاله، لكن بالآخر بيكتشف في بداية مسيرة التوبة أنه كثير أهان حاله. الخطيئة زي ما حكينا قبل شوي تفصلنا عن جماعة الكنيسة، وزي ما حكينا في تعليم مسيح الكنيسة الكاثوليكية، الاعتراف يرجع الإنسان إلى الشركة مع الله ومع الكنيسة التي فقدها بالخطيئة. والخطوة الأهم جدا، وبحسب الحلقة الماضية اللي من هذا البرنامج، انحكى على موضوع سر الإفخارستية، وكثير مهم نركز على فكرة الاقتراب إلى سر الإفخارستية الذي هو يسوع المسيح حقا. يتطلب منا أن نكون قديسين، مش نحاول أن نكون قديسين فقط. التقدم إلى التناول، التقدم إلى سر الإفخارستية يتطلب منا أن نكون جاهزين، ويتطلب منا أن نكون منفتحين لهاي النعمة اللي عمالنا بناخذها. وإذا كنا أقل من هذا المستوى، زي ما بنقرأ في رسائل القديس بولس، نحن نتناول الدينونة. عشان هيك الاعتراف مهم لحتى يخلينا جاهزين إنه نتناول سر الإفخارستية. القسم الثاني هو ماذا يقول الكتاب المقدس عن سر الاعتراف. كثير مرات لما بدنا نبلش ندور عن وين بيحكي الكتاب المقدس عن سر الاعتراف، دغري بنروح على العهد الجديد. بس أول مرة بطلب فيها الله من الإنسان إنه يعترف بخطيئته هي موجودة في بداية الكتاب المقدس، في سفر التكوين، مباشرة بعد سقوط الإنسان. الله يطلب من الإنسان بأنه يعترف بخطيئته، وبيحكي له آدم وينك؟ آدم شو عملت؟ بالرغم من الله بيعرف كل إشي، إلا أنه بيستنى من الإنسان أنه يحكي له إيش عمل.
وهذا الإشي بيساعدنا إحنا كبشر، لأنه الله بيعرف كل إشي، لكن إقرارنا بحقيقة إننا خاطئين هي أول خطوة في لحتى نتغير، وهذا الإشي اللي حكيته أنا قبل شوي. لكن بعد هذا السؤال وبعد هذا النص اللي فكرنا فيه، هل يكفي الاعتراف مباشرة إلى الله زي ما طلب الله في سفر التكوين؟ منشوف في سفر الأحبار الفصل 16 في إشي يسمى يوم الغفران، وخلال هذا اليوم الغفران تقدم ذبيحة عن خطيئة الشعب، يقدم الكاهن الذبيحة وبرش دمها على الأشخاص الموجودين في الهيكل في هذه الفترة. وفي سفر الأحبار 16 منلاحظ دور الكاهن، مع أنه الله قادر ببساطة في سفر الأحبار أنه يحكي للشعب اليوم هو يوم الغفران، عشان هيك اليوم أنا راح أغفر لكم كل خطاياكم، كل واحد منكم بيقدر يذبح عجل أو فيش داعي نذبح عجل، ببساطة أنا اليوم راح أغفر كل خطاياكم. لكن الله أراد أن يكون هناك شخص يعمل في هاي العملية وهو الكاهن. رسالة يعقوب الفصل الخامس الآية 16 تحكي لنا: فليعترف بعضكم لبعض بخطاياه وليصلي بعضكم لبعض كي تشفوا. معقول الله في سفر في رسالة يعقوب عماله بطلب منا انه الاعتراف يكون عملية جماعية، يعني كنا قاعدين مع بعض مجموعة اصحاب ممكن مجموعة شبيبة وقررنا انه نعترف لبعض وهيك بيمشي الموضوع؟ بتخيلش. ليش؟ لانه بسفر يوحنا الفصل 20 الآية 21 يسوع المسيح بيحدد أشخاص محددين جدا هم اللي قادرين أن يغفروا الخطايا، اللي بيحكي خذوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم تغفر لهم، ومن أمسكتم عليهم الغفران يمسك عليهم، يوحنا 20:21. الله اللي قادر على أنه يغفر كل خطايانا، يسوع المسيح اللي قادر بأنه يعطي هاي السلطان لكل حدا بيآمن فيه، قرر انه تكون هاي العملية من خلال سلطة الكنيسة، من خلال الرسل اللي أسسوا الكنيسة، الرسل اللي بتناقلوا هذا الإيمان بين بعضهم البعض لحد ما وصلنا اليوم. إذا الله يريد أن يحصل هذا الغفران من خلال الكنيسة. السؤال بيطرح حاله: طيب ليش لازم أعترف لأخوري؟ أول إشي الخوري هو بيمثل الله في هذا السر. إحنا كثير مرات بنشوف الكاهن، لكن كيف بنشوف الخبز في الإفخارستية وإيماننا بحكي لنا إنه هذا يسوع المسيح حقا، جسد ودم يسوع المسيح حقا، الخبز والخمر بالضبط في سر الاعتراف. الشخص الموجود أمامنا هو يسوع المسيح نفسه. سر الاعتراف بيوفر لنا لقاء مباشر مع الله من خلال الكاهن اللي كثير مرات ودائما هو خاطئ، هو إنسان خاطئ زينا زيه. الاعتراف أمام الكاهن بيعلمنا شغلة كثير مهمة، بيعلمنا إنه نكون متواضعين، نعرف إنه الشخص اللي قبالنا هو شخص خاطئ، لكن الكنيسة خولته والكنيسة طلبت منه بإنه يكون هذا دوره، هو بيقوم بهذا الدور بوعي كامل بإنه هو خاطئ، وأنا بروح على سر الاعتراف بوعي كامل بأني أنا خاطئ والاثنين بحاجة لتوبة. الكاهن هو الوساطة اللي أرادها الله لغفران الخطايا. السؤال اللي بعده هو: كيف أعترف؟ أول خطوة وأهم خطوة هي الندامة، هو الشعور الداخلي بأنه أنا خاطئ، واحد. اثنين هو أنه أنا بحاجة للتوبة وأنا نادم على كل خطية أنا عملتها. الخطوة الثانية هي فحص الضمير، وممكن كثير مرات يعني أنا هلا بعملها، هي لما أروح على سر الاعتراف كثير مرات بكون محضر ورقة، كثير مرات هاي الورقة ممكن أقرأ منها، وكثير مرات بس هي بس عشان أكتب هاي الخطايا لحتى أكون مجمع أفكاري قبل ما أدخل. يعني هي طريقة لحتى أثبت لنفسي بأنه أنا ماخذ سر التوبة بمحمل الجد. كثير مهم فحص الضمير لحتى أجمع أفكاري، أعرف خطاياي وأفكر فيها. الخطوة الثالثة هي الاعتراف بخطاياي،
وكثير مهم وبجوز مرات كثير نسيناها بعد مناولتنا الأولى، اللي هي إنه نحكي للخوري متى آخر مرة اعترفنا فيها. الكاهن بحاجة يعرف متى آخر مرة اعترفت فيها لحتى يعرف نوع المساعدة اللي أنت بحاجة إلها. الخطوة الرابعة هو فعل الندامة، هو التعبير الصادق والحقيقي من الشخص المعترف عن ندامته عن كل الخطايا اللي هلا ذكرها، وبالنهاية بقصد بأنه ما يرجع لهاي الخطايا بعدين. بعديها بتصير المعجزة، بعديها الكاهن يعطي المعترف الحل من جميع خطاياه بالسلطة الممنوحة له من الكنيسة. كل الخطايا اللي ذكرها بكلمات بسيطة من الكاهن تغفر هاي الخطايا. الخطوة الأخيرة هي أنه نعيش الحياة الجديدة ونعيش هاي الهدية اللي منحنا إياها الله من خلال سر الاعتراف. رح نرجع نسقط طبيعي جدا، لكن مش طبيعي أنه نكمل في هذا السقوط، وكل سقوط في بعده قيام. عشان هيك الخطوة الخامسة أو السؤال الخامس اللي بلاشنا نحكي عنه، الاعتراف إيش بفيد وإيش بفيدني أنا وليش لازم أعترف، وببساطة كل الأشياء اللي حكيناها من قبل. الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، الإنسان لا يعيش في معزل عن الله. الخطيئة وهون دور الشيطان بأنه عارف هاي الشغلة، عارف أنه الإنسان ما بيقدر يعيش حياة منيحة بعيد عن الله، عشان هيك ببعد الإنسان عن الله. سر الاعتراف برجع بوصل الإنسان بالله، يعيش الإنسان حياة أفضل طول ما هو قريب من الله. ما بنقدرش نفكر في سر الاعتراف غير انه مكان انتصار، هو مكان اللي بننتصر فيه اول اشي على نفسنا الضعيفة، ننتصر فيه على الشيطان، وبننتصر فيه على كل شغلة ممكن ترجع تهبطنا، كل شغلة بتوقعنا، وكل شغلة بتفقدنا عزيمتنا. الاعتراف هو مجال لحتى نبلش حياة جديدة. الاعتراف هو الفرصة اللي دايما ربنا بعطينا إياها لحتى نبلش حياة جديدة. أبدا الوقت مش متأخر إنه تروح تعترف أو تروح تعترفي، أبدا الوقت مش متأخر إنه ننال رحمة ربنا. أبدا ربنا ما بزهق من المرات الكثير اللي بنروح فيها عصر الاعتراف وبنحكي نفس الخطايا. ربنا عارف هاي الخطايا، وربنا بيستنى يسمعها كمان وكمان وكمان، وبستنى عودة الابن الضال بعد 10 أيام، 20 يوم، سنة، سنتين، أو 5 أو 10. ربنا دايما بستنى الابن الضال والبنت الضالة ترجع للكنيسة، وربنا دايما فاتح ايديه لكل واحد بحاجة لهاي الرحمة. ومين مش بحاجة لهاي الرحمة؟ وإن شاء الله نهاركم سعيد. إنه